12/8/1961 كانت الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق. وردت شمس الدراما العراقية وشقراؤها الأبهى لتحتفي السماء بميلاد نورها، وتغرد الطيور ألحانا من الفرح إبان صرختها الأولى، طفلة معجزة ومنارة مبهجة، ميلادها النار وطريقها كسر لكل حواجز العتمة، فترى الأرض تحتضنها بقماط الحميمية والاحتفاء والتشبث. فاليوم ميلاد جميلة الشاشة، ومركز دوران كواكب الشرق، ومنارة نجوم الفن العراقي. يوم خاص جدا في الأعظمية، يلتقط خصوصيته مصور الفنانين المحبوب كمال سردار تيموري. بعدها يزداد رونق الصورة بلمسات خبيرة الجمال صديقة محمد أمين، فتكتمل آسيا الثانية بين أربعة: ثائر، دنيا، وروناك، والأقرب لكل شغوف بالجمال قارة بحالها. آسيا كمال سردار تيموري، ميلاد الشمس، شعلة من الطاقة، محبوبة العائلة وصاحبة الطموح الأكمل فوق العادة، احترفت التميز منذ نعومة أظافرها، مشاغبة لا تكل ولا تمل، دفع ثائر أخاها المدافع عنها دائما ثمن تصرفاتها ذات مرة، فضربه كمال عوضا عنها بعد أن هربت من عقاب أبيها تحت السلم. غادر الاثنان فتسلقت سلم المجد صدفة بعد دعم أمها المطلق وقرب أبيها من الوسط الفني. حفيدة مندلي، ينحدر أباها من أصول تعود إلى ديالة، كانت شعلة من النشاط فانضمت إلى الأنشطة الرياضية في متوسطة الحريري، وبتحديد أدق الساحة والميدان. ومن شدة مهارتها أرادوها أن تنضم إلى المنتخب الوطني بعد أن سرقها سحر المسرح ورواده، فاعتلت الخشب لأول مرة في مسرحية جلجامش التي أخرجها الراحل سامي عبد الحميد. من شدة طموحها لم تقتنع بما قدمت فبكت، إلا أن لجنة التقييم صفقوا لها وأشادوا بأدائها المبهر، فقالوا ستكونين نجمة المستقبل في العراق. 1979 عملت سباعية الغائب للمخرج عادل طاهر، فانهالت عليها الأعمال الدرامية بعدها، فاختارت معهد الفنون الجميلة عوضا عن الدراسة الثانوية، فزامنت كل من مازن محمد مصطفى، عادل عباس، مناضل داود، حتى تخرجت منها في العام 1984. فقاسمها زملاؤها الشهرة التي كانت تتمتع بها آنذاك في استعارة الكتب من المكتبة وحتى الكباب من كشك يجاور المعهد. نجمة شاركت أطاريح التخرج وهي في المرحلة الأولى.